رايت كليك. المفروض انه حاليا وصل له السرعة كاملة. هي يا هلا يا هلا. هلا والله. يلا حيهم. معكم كراوس من قناة جيمنج شلتر. بإذن الله الحلقة هذه راح نسوي مصنع مشابك الورق وراح نحاول انه احنا نجمع 80,000 حبة حديد. طيب تمام، راح نبدأ أول شيء بمصنع الورق. طبعا أنا مجهز كل شيء هنا، هذه كل الأشياء اللي راح نحتاجها تقريبا. مشكلة مصنع الورق انه طبعا اللي ما يعرف المود اللي هو هذا، اللي هو المودجر ماشينري، هذا مود ما له طريقة معينة للعب. يعني الشخص اللي حيسوي المود باك يبغى يسوي شيء معين أو آلة معينة تسوي شيء معين يقدر ان هو يصممها بمزاجه، فراح يختلف من مود باك لمود باك. كل مود باك راح تكون في آلات خاصة، ستراكشر خاص، أشياء كثيرة خاصة. فراح نحتاج أول شيء راح نسوي كذا، راح نحتاج رينفورست، راح نحتاج اللي هو الامبارد ستونيا امباورد مو امبارود ماشين جير بوكس. من قدام اللي هو الفلويد، من ورا اللي هو الانرجي، قدام فلويد ورا انرجي. فخليه ان شاء الله اني انا ما انسى. طبعا هي كم في كم، خلوني ابدا فيها حبه حبه. يعني حابدا كذا، راح اخذ اول شيء رينفورست امباورد ماشين جير بوكس. طيب اتوقع ما عاد باقي لنا شيء، خليني اشيل هذا بس. ما ادري اذا حاسين في اللاك ولا حاسين بلاك ولا لا. هنا اللي هو هذا، هنا الرينفورست. بعد كذا راح يبقى لنا بس اللي هو، حرجع هذا هنا، راح ارجع الكنترولر برضو هنا. تمام، وراح ارجع اخر شيء اللي هو راح يكون اللي هو الستيل سكافولدنج، راح تكون هنا 1 2 3 4 5. انا مسويها بالملي، 5 6. تمام كذا زبطت. برضو لو احط اللي هو هذا هنا، تمام، بيبر كليب فاكتوري. حاليا لازم ابدا اعطيه اللي هو الاوتو كرافتنج بحيث انه هو يدخل المترياتك ايرون. طبعا احنا راح نحتاج 80,000 كومبلس ايرون، واكتشفت برضو انه هذا الشيء اللي قاعد نجمع فيه من اول ما منه فايده، ما اقدر اسوي فيه ولا شيء، بس موجود كذا على الفاضي. جمعت منه 67,000 حبه، فاكتشفت ان انا ما راح استفيد منه، فحضطر ان انا احوله بالطريقه العاديه اللي هي عن طريق غرفه الضغط، غرفه الضغط العالي بالاصح. فما ادري، احس ان انا حوصل هذا حاليا. احتاج هنا اللي هو اسمه ايش، اللوبريكنت او الشحم او ما ادري صراحه ايش يسموه، لكن حخليه يجي من هنا بشكل اوتوماتيكي. وبرضه راح احتاج ان انا احط هناك اوتو كرافتنج. طيب بما انه احنا راح نحتاج 80,000، ما احتاج اني انا اسوي اللهم صل على محمد، اني انا اخليه كرافتنج، راح اخليه اكسبورت بحيث انه هو على طول يدخل الايتمات هنا. فراح اجي هنا، هذا اكسبورت ولا امبورت؟ هذا امبورت. هذا الاكسبورت راح احطه هنا وراح اخليه على طول يخرج الايتمات. تمام، قبل ما نوصل هذا بوصل اللي هو الفلويد من تحت. طبعا احنا عندنا من اول تانك حق لوبريكانت، راح اجي من هنا راح اسحب كيبل، مو كيبل، انبوب بالاصح، او بايب، او ما ادري الصراحه ايش اسمه، لكن بشكل عام ما هو سلك يعني. راح اجي من هنا راح اوصل بهذه الطريقه وراح اسحب الين هنا. تمام كذا احنا وصلنا الفلويد، حلو، لوبريكانت. تمام، زي ما قلت راح نحتاج الشيء الثاني اللي هو الباور. خلينا نشيل هذا مؤقتا. راح نحتاج نوصل الباور، الباور هذا راح نوصله من هنا، ما راح تمثل اي مشكلة عندنا باور لا نهائي. اوكي راح نجي هنا، انا حاليا ما في باور، نجي كذا المفروض يوصل الباور. حلو، وصل باور هنا. باقي اخر شيء اللي هو الكيبل هذا، نسحبه من هنا. الغرفة عندي ابوها لاق، مليانة لاق، لانه كلها آلات، كلها آلات. راح اجي كذا راح اكسر هذه، احط لمبة ثانية طبعا عشان ما يرسم لي كريبر، ولا رسم كريبر فجر الاشياء هذه كلها راح يجيني احباط شديد. راح نجي من هنا راح نحط لا مو امبورتر، اكسبورتر. دقيقة قبل ما نحط الاكسبورتر خلينا نحط الامبورتر هنا ونقول له يسحب اي شيء موجود. امبورتر، دقيقة، لا تقول لي يا ليل كذا، ما حقدر، لازم اوخر السيستم على ورا شوية. لا كذا انت تزعلني والله، كذا تزعلني يعني، ليش تعطيني شغل زيادة عن اللزوم؟ والله ارجع. تمام كذا سوينا له شفت كل شيء. تمام، باقي لنا اخر شيء انه احنا نحدد له انه هذا حيسحب متريوتك اير. فخلينا نشوف اذا انها حتزبط. طبعا انا باقي ما حطيت الاستراكشر، لو سويت كذا بكيت فاكتوري فاوند فاوند ستارز نو ماتشنج ريسيبي فاوند. دقيقة، أنا هنا غلطان، هنا المفروض أحط الإكسبورتر وهناك الإمبورتر. دقيقة،
هذا هنا راح اخليه امبورتر، تمام. وبعدين راح احط اللي هو المنتجات، المفروض انه هو يشتغل حاليا. لا معلش ايش اليوم مخبص ما ادري عندي. هنا لو حطيت الاكسبورت راح يبدا يسحب الايتمات. سويت كذا، بعدين حطيت المنتجات كاين، المفروض انه هو يسحبه حاليا. اي زي ما انتم شايفين حبدا يحول اياه على بيبر كليبس زي ما انتم شايفين 16. طبعا كل واحده راح تعطيني تقريبا 8. خلينا نشوف. ايوه كل واحده راح تعطيني 8 بما انه انا حاليا عندي اللي هو اللوبريكانت. بدون اللوبريكانت راح يستخدم باور اعلى. دقيقه تصدق راح يستخدم باور اقل. دكتوره غريبه والله، شكله في بق ولا شيء. المفروض انه مع اللوبريكانت يستخدم باور اقل. هذا هنا امبورتر ما ادري شكله بطيء مره. خليني اشوف اذا عندي سبيد ابجريد ولا شيء. خلينا نكتب ابجريد او عندي ستاك ابجريد كويس. ما هي صعبه، لو بسويها مره ما هي صعبه. حط ستاك ابجريد المفروض انه يشتغل سريع سريع. تمام زي ما قلت احنا نحتاج تقريبا 80,000. فعشان نوصل ل 80,000 راح نحتاج حديد مره كثير. زي ما قلت لكم الوصفه ذيك ما راح تشتغل، فايش راح نسوي؟ ايش راح نستخدم بدل الوصفه هذيك؟ راح نستخدم، انا ما ابغى ارمي اي بويبه البسها. راح نستخدم هذا اللي هنا اللي هي غرفه الضغط. طبعا قد جبناها في الحلقات اللي راحت، اللي ما قد شاف الحلقه ارجع لها. فكرتها جدا بسيطه. طبعا حاليا ما هي شغاله لانه انا باقي ما وصلت لها الباور الكافي او البرشر الكافي. فخليني اشغلها، راح يبدا يبني الضغط بشكل تدريجي. عشان نحول الحديد لكمبرست او الايرون لكمبرست ايرون راح نحتاج انه احنا نجمع ايرون مره كثير. فراح نجمع، احتاج 80,000 باختصار. عشان نجمع 80,000 في حاجتين. الحاجة الأولى اللي هي إنه إحنا نزرع الحديد زراعة عادية، وبرضه في نفس الوقت إنه إحنا نسرع الحفار اللي تحت. حاسوي الاثنين كلها. يعني أول شيء إيش راح أسوي؟ راح أسوي اللي هي السيدز، آيرون سيدز. خلينا نشوف آيرون سيدز هذه أتوقع. أيوة راح أحتاج تي 3. خلينا نكتب حلو زي ما كذا سوالي. انا ما ادري الصراحه ليش علق فجاه، لكن راح نشوف استخدامات هذا السيد. بعد كذا راح نلاقي اللي هو الايرون، راح نسويها. راح نجيب العشرة كل ليش سويت 10؟ انا ابغى 7 بس. لا صدق احتاج 10. ايوه 10 10 10 مضبوط. انا هناك حاط 10 اصلا، هنا حاط 10. دقيقه نجي هنا. طبعا مسوي لي هنا زي المكان اتوقع اني انا وريتكم اياه الحلقه اللي راحت. دي انا مشغل مغناطيس. لا 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 اصبر خليني اقفل المغناطيس. ايوه هنا حاط اللي هو المترياتيك. لا خلي المترياتيك، انا ابغى اشيل. قد شلتها كويس. راح اعبي هذه 10 كامله بحيث انه انا يصير عندي انتاج حديد زياده. تمام بهذه الطريقه. ما اتوقع انها راح تطول معي، ممكن تاخذ يعني طبعا بالايام العاديه ممكن تاخذ يومين ثلاثه لما اجمع 80,000. لكن لازم احط اقصى سرعه هنا وبرضه في الحفار. هذه اخر واحده. خلينا نرجع الحفار عشان نسرع. طبعا اقصى سرعه ممكن نوصلها اللي هي 7. مو 7 يعني 7 مرات اسرع، لا نقدر نحط 7 اضافات سبيد. فخلوني اوريكم. لو نجي هنا نرجع، لو اكتب هي اسمها ايش، انفايرمنتال تك. ايوه حلو. في اللي هو السبيد ابجريد اللي هو الراح. ايوه هذا هو سبيد موديفاير. الماكسيمم اللي اقدر اضيفه اللي هو 7، راح يعطيني تقريبا من 40، راح يعطيني 20 ضعف السرعه. لو حطيت 7 منها راح يصير الحفار اسرع بسبب 20 مره. فمجهز انا اتوقع كل شيء. ما عدا حاجه اللي هي النول موديفاير. دقيقه لازم انزل تحت. صدقوا ما اقدر اسويها من تحت. في حاجه ثانيه راح اضيفها، راح اضيف اللي هو السبيد وراح اضيف اللي هو الاكيورسي. راح اقول لكم ايش حتسوي. طبعا زي ما انتم شايفين هنا شلت، كان في الله هنا كريبر. هذا كيف جاء؟ اي يا ولد انت من وين جيت؟ دقيقة في 7. والله 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 هي طبعا عادي لو حطيت لمبات هنا. طبعا في واحد كان يسألني في حلقات راحت انه ما اشتغل معاه الحفار. بسيطة جدا، لازم تتأكد انه كل البلوكات موجودة. يعني لو كان هنا في شمعة مثلا انت ما انت منتبه لها ما راح يشتغل الحفار. لازم تكون واصل الين البدروك في الفتحة هذا اللي في النص، ولازم يكون طبعا انك موصل باور وموصل حاجة تسحب الايتمات. خلينا بس نقفل هذه هنا. تمام زي ما قلت شلت اللي هي كانت الثلاثة كلها، لأن 21 ضعف أتوقع راح يكفينا. في نفس الوقت المساحة ما تكفي، يعني ما حسبتها مظبوط. لازم أشيل الأدراج اللي هنا عشان أحط ثلاثة جنب بعض. لكن زي ما قلت واحدة راح تكفينا. مسوي اثنين اللي هو هذا حق الموارد
وهذا حق الاحجار والكابلستون وما ادري. طبعا انا حاط اللي هو العدسه هذه حقت الكابلستون لاني احتاج كابلستون كثير. فزي ما قلت ايش راح اسوي، راح اشيل النول موديفاير، ابغى اشيل 7، خلوني اشيل 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 نخش على السيستم وراح نشوف الاستخدامات حقته. نبغى نروح على السبيد ابجريد، سبيد هذا السبيد ابجريد، ابغى اجيب 8 8. حلو، تصدقوا عمال استخدم اللي هي موجودة في السيستم مع ما استخدم اللي عندي. طيب انا حاليا الاستخدام كان كم، خليني ارجع القديمة ابغى اشوف كم كان استخدام الباور. طبعا هذا اعلى تير موجود، يعني ما في تير اعلى من كذا، ويحتاج نذر سامر كثير، يعني الاستراكشر الواحد احتمال يحتاج قريب 300 وعليها نذر ستار، فراح يستهلك 800 RF بير تيك، هذه بدون السبيد يعني السرعة العادية. لو ارجع احط السبيد، ولو احط السبيد انا باقي ما حطيتها اصلا، لو احط السبيد حاليا 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا دقيقة قبل ما احط 8 بحط، خليني احط 6 عشان اوريكم بس الفرق في السرعات. اوكي هذه 6 تمام، زي ما انتم شايفين صار يستهلك 15000 من 800 ل 15000، هذه اللي هي 6 موديفايرز. فلو ارجع احط 7 اللي هو الاخر شيء، كم كان يستخدم؟ 15700، 16700 كذا حيستهلك كم يا شيخ؟ 16700 حاليا يستهلك 35000 RF. لو اضيف 8، طبعا انا قلت 7 اقصى شيء لكن ابغى اشوف 35000. والله اقصد يو ام دي، غريب والله. طب دقيقه خلينا نسويها كلها سبيد، خلينا نسوي كم واحد زياده. دقيقه هذا السيستم اصلا جاهز، نسوي مثلا 4 زياده ونشوف. لو اضفت هنا واحد كمان احتمال يكون صار ابديت وصار عادي يتقبل، يعني 9 وين تشبك 9 او 44000. دقيقه طيب نضيف واحده كمان زياده، احتمال كبير انه تغير في التحديث. 49000 واضيف واحده زياده، طيب 55000. دقيقة اجل كذا احتمال كبير انه اقدر اني انا اضيفها كلها سبيد، بس غريبة يعني مع المعلومة انه الكبيدي ما تحدثت باقي. فخليني اسحب لي كم واحدة، هذا شيء في صالحي يعني حيصير اسرع اكثر من 20 مرة. لو اضيف كمان فيها هذه هنا كلها واتأكد، بس عشان اكون متأكد 100% حاليا حيصير الاستخدام 87. بس ليه مو مرة سريع؟ void اول ماينر هذا ايش قاعد ما قاعد يجيب لي اورز بشكل سريع مره. لا 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 شغال. طيب اوكي، طبعا احنا عندنا باور لا نهائي فما راح تفرق، فخلينا نعبيها كلها. انا باقي عندي 4 باقي لي، راح احطها كذا. هيبدا يستهلك كم؟ 137000. نشوف السرعه. طيب للأمانة ماني ملاحظ ذاك الفرق الكبير في السرعة، ما أدري ليش. المفروض إنه يكون مرة سريع، فاحتمال كبير زي ما قلت راح يكون أقصى شيء 7، أو إنه هو ماي دقيقة أتوقع إنه باور ما يكفي. لا الباور المفروض إنه هو لا نهائي. ليش مو شغال بسرعة؟ المفروض إنه كل ثانية يجمع لي شيء، كل ثانية. والله ما ادري، راح اخليها كلها سبيد، وراح ببيع حلقات راح اشوف ايش الهرجه. احطها كلها سبيد، باقي لي واحده بس صح؟ دقيقه باقي واحده، احطها سبيد تمام، وراح اشوف العدسه اللي راح تعطينا اكثر حديد. فخليني هنا اشوف، اكتب هنا ايرون، راح نروح على اللي هو، لا مو هذا، دقيقه اللي هي الكلاستر هذه. راح نروح على تير 6، هاك كلير وايت، الوايت هي اللي راح تعطينا اكثر شيء حديد. راح نشيل هذه العدسه تمام، وراح نخش على السيستم وراح نكتب وايت. او كويس عندي كثير، نكتب وايت هذه هنا، راح نصبغ هذه، راح يعطينا وايت وراح نحطها هنا. طبعا حاليا زي ما قلت المفروض انه 7 اكثر شيء، فبين الحلقات اذا لاحظت انه والله السرعه ما عمال تزيد بفرق كبير جدا راح اوقفها للسبيد،
وراح اخليها بس 7 والباقي راح احطه اكيرسي. طبعا الاكيرسي راح يزيد دقه الحفار، هذه وظيفته الاساسيه، انه هو يزيد دقه الحفار بحيث انه انا لو حطيت العدسه حقت الحديد يحاول يركز اكثر شيء على الحديد. طيب اللي جاب تحدي الحلقه راحت صح، ماجد، سامحني صراحه ما قدرت اقول اسمه الثاني، لكن حياك الله يا ماجد في جدار المشتركين، ونورت السلسله ونورت العالم. دقيقه، انا اتوقع اني عرفت ليش. طبعا زي ما تشوفين هذا اقصى نقل للباور عنده 5000 RF بير تك، واحنا حاليا اصلا قاعدين نستخدم كم، 154000. المشكله اتوقع مو في السرعه، المشكله اتوقع في السيل هذه، بس ما ادري اذا الله يستر، ما ادري اذا كان عندنا في حاجه ممكن تنقل الباور بشكل اسرع. خلينا نشوف، خلينا ادور عليها واشوف. طيب دقيقه، انا حجرب حاجه، راح اشيل هذه الاثنين من هنا، تمام، لا مو الاثنين بس حخلي هذه، ليش؟ لانه هذه عشان ابغى اغذيها بالباور، تمام. راح اجي هنا وراح احط السيل هذه او الكرياتيف انرجي ستور، راح احطها هنا، تمام، احطها هنا في النص. طيب حاليا عندنا خيارين، يعني طبعا لانه زي ما قلت هذه ما تنقل الا 5000 اللي هي في اليسار، راح يكون عندنا خيارين، يعني الخيار الاول انه احنا نمدد كابل من الكرياتيف انرجي سيل نمددها لين هنا، والخيار الثاني انه احنا نستخدم حقت اكشن اديشن اللي هي الليزر. ف يعني قلت خلينا نستخدم الليزر، يعني نغير شويه بدل الكابل عشان ما يصير شكله مشوه، ما يكون شكل المكان مشوه. طبعا الليزر اللي حاسويه حينقل 100000 RF بير تك، فراح نسوي منه 3، واحد على الانرجي سيل واثنين على الحفار. فلو اكتب ليزر، تمام، راح احط استخدامات، راح احوله على ادفانس، تمام، اثنين، خليها هنا، راح اسويها كلها. اول شيء راح احوله على ادفانس، بعد كذا راح احوله على اللي هو الاكستريم، اتوقع يسموه اكستريم، هذه ادفانس تحولها على اكستريم. بعد كذا راح اربطها هنا، راح احط واحد هنا والثاني هنا والثالث هنا، راح اتاكد انه هذه كلها اوتبوت، اي ممتاز. بعد كذا راح امسك هذه، رايت كليك، رايت كليك، برضه هنا مرة ثانية، رايت كليك، رايت كليك. المفروض انه حاليا وصل له السرعة كاملة. هي هي هي. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، هلا بالسرعة، هلا حاليا وصلت له سرعة فل فل، يعني شوفوا كمية يعني في اقل من ثانية يطلع لك تقريبا 20 اور. فاحنا نبغى حديد، عشان كذا احنا حاطين اللي هو الفوكس هذا حق الحديد. طبعا الالات اللي هنا المفروض انها تبدا تشتغل 24 ساعه، اظن انها حتبدا تتملى زي ما انتم شايفين بهذه الطريقه. غريبه، بطيئه، لا كويس رجعت سرعت، بس عشان في لاك، لان مره 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 مره, مرة سريع، يعني بدون مبالغه شيء مو طبيعي زي ما انتم شايفين كيف. فشيء جدا كويس. طبعا احنا نحتاج زي ما قلت، راح نحتاج تقريبا 80000 حاليا. لو نجي نشيك كم عندنا اصلا حديد، ايون، زي ما شايفين عندنا 25000. طبعا حتبدا تزيد بشكل سريع، يعني واحد اثنين حتبدا تزيد، ثلاثة شوي شوي يصير 4 5، حنحتاج 80000، 80000 راح ناخذها وراح نحطها في غرفة الضغط العالي، بعد كذا راح نحولها على مشابك. فاتوقع اني راح انهي الحلقة هنا، اتمنى الحلقة تكون عجبتكم. اذا عجبتكم الحلقة تنسون من لايك، تنسون من الشير والسبسكرايب، ونشوفكم الحلقة الجاية. سلام.